ايه سولتي قبيله انا نسيت هذا شحال ما كتحملكش 50 درهم 50 ماشي لايك عندهم مسائل ما تدت ما تمر تمر البلح بحال البلح يلا نشوفوا هذا شنو هذاك مات داك جميل ولا غير ناعس اتخرج اتخرج الوليه ديالك اتخرج ولدها الله اعلم غادي يحلب هذوك راه ها غيحلب هذوك ونمشيو تما صافي هاد السياره اللي شفتوها دابا عاد السيد عطاه يترو ديال الحليب حليب الناقه تفاجات انني ملي سمعت طريقة الحلب دياله أولا الحليب حسب ما قيل لي أنه ما كيفسدش غريب تنمكن لك تشري من هنا وديه حتى لطنجة ما كيفسدش هادو جميلات صغر قال لك باش يمكن الناقة كيغوت خصو يمشي عند الوالدة دونك شنو كيديرو كيعطيوه كيصيفطو لوليد يرضع من الام ديالو يلاه كترخي هي يسغولاش ومن بعد كيبدا شو كيف ماشي مع بعض ومن بعد كيبداو يحلبوا الناقه الناقه هي هذه ها هي اون فا اسيستي ل صافي صافي عجب بوز دابا كيغوتو خصهم يمشيو عند الوالدة ياك سبحان الله ديريكتومون شافي جبنا شربة شربوه مباشرة بعد حلبه وهذه هي الطريقة اللي غنشوفوها دابا دونك واحد شوية ديال بوبليسيتي عزوج الجزار والناقة هما هادو والوليد ها هو كي ما سانسيرمون ما عرفتش اي اش كيسميوه اسمح لي شنو كيسميو ولدها هذه الناقة هو ها حوار داكور دونك شي شنو كيديروا دونك الحوار كيرضع والاخر كيستغل الموقف لان الناقه كتكون رولاشي فوالا دور دو رول شتي لا تكنيك كيجيبو الصغير كيرضع وهو كيستغل الموقف دابا لو سكون مشى عند الوالده Oh.
بابا يمشي عند الوالده فيش جاء. طلقوها هو جاي عند الوالده. اولا لا داك الغواد ديال الجوع مسكين. هذا كي داف على راسو هو اللي كيضغط سكت اول شحال يكون عنده؟ واحد الشهر عاد عادي. شي شهر عندها الصغير ياك ولا كثر؟ شي شهر ولا كثر؟ هاستي؟ قل من شهر. هذا الصغير هذا اذا كلهم نيرفوز هادي كيف المهم هذا جدي لكم من أرفود طريقة الحلب الحليب بشكل مباشر يعني ما كاينش ها سطيل راه هو الكلاب اللي كيوصف برا كما تريكيو لانهم كونترولي مضروب عندهم الشوكه فهمتي بيان سي